فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الكيفية الشرعية للمسح على الجوارب؟ مثل المسح على الخفين، يضع أصابعه مبلولة بالماء، أصابع اليد اليمنى على الرجل اليمنى وأصابع اليد اليسرى على الرجل اليسرى، ثم يمرها إلى ساقه مرة واحدة، يمرها إلى ساقه مرة واحدة. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.